مشاهدينا طبعا عادي نشوف مصارعين عالميين محترفين، وحتى الكويت قبل سنوات نظمت مسابقة وجولات في المصارعة الحرة. أتذكر كان الشياب يحبون المصارعة وكان راحوا لها، أتذكر بنادي الغاتسية من زمان. ومعلومات متواضعة أن في أيضا مصارع كويتيين كانوا موجودين، لكن حاليا على أساسنا ماكو، بس فريق الإعداد فاجأنا وقال إن عندنا مصارع كويتي محترف في المصارعة الحرة واسمه عبد المميت. رحب فيك المصارع عبد المميت معنا. حياك الله يا هلا. في البداية أنا صدق يعني عندي سؤال قبل أن أبدأ الحوار، عبد المميت اسمك الحقيقي ولا أنت مستخدمة يعني كاسم نقول فني ولا حركي؟ هو اسم حركي. يس حركي. يس أساس خرع. وش ما إيه بالضبط اخترت لأن خرع؟ أسباب أحتفظ فيها لنفسي. إنزين ودنا تكلمنا عن رياضة المصارعة الحرة، وين تمارسها وش طلع على بالك؟ يعني مروا علينا تيكواندو كاراتيه مش عارف ايش رفع اثقال اللي يصير، مصارعة حرة بهالوقت وش اللي طلع عليك؟ والله شوف هو توقيتكم غريب بالنسبة حق المقابلة. شلون؟ لان الحين انا قاعد اعيش الذكرى 19 من يوم اللي انا قررت ان اكون في مصارعة. اليوم 19 سنة صار لك مصارع؟ يس، من اليوم اللي خذيت فيه القرار. الموضوع بدا لما شركه الدبليو دبليو اي جت الكويت. كان اسمها بذاك الوقت شركه الدبليو دبليو اف. كنت 16 سنه عمري، كنت طالب في معهد دراسات الموسيقيه، يعني مجالي كان ما بين بالضبط شخص يهوى الموسيقى ومصارعه بنفس الوقت. يس في المعهد كنت من الاوائل، يعني اهم شيء متناغم. في ذاك الوقت لما جيت المصارعة الكويت ورحت النادي العربي وشفت الأجواء وشفت تفاعل الجمهور وشفت المصارعين، يعني شفت نفسي على الحلبة. لما جابوا المصارعين بالضبط شفت نفسي أنا هناك، يعني سوري مو مجالي الموسيقى، مو مجالي الفن. فمن هذيك اللحظة قررت أن أنا أدش هذا المجال وبدأت مشواري. منو كان عدد المصارعين اللي هو اللي يقول أبي أصير نفسه؟ مو أصير نفسه، أنا أعرف القدم ما أعرف الجديد الأمانة. والله شوف يعني أنا في هم بعد شيء غريب، أنا كمصارع من سنة 2000 ما طالع مصارعة. من سنة 2000؟ يس ما طالع مصارعة. ما طالعها؟ يوم غريبة. وما عندك حاليا يعني شخص دائما يقولون في مثل قدوة أو رول موديل، إنسان دائما في مجاله يحب شخص معين؟ والله كقدوة في المصارعة صعب اقول فلان قدوتي، لان يعني صعب ان انا اتقمص فلان. صحيح يعني في عده شخصيات يعجبني. كنا نتذكر السوبر فلاي سنوك موجود للحين يلعب للحين. للحين يس ما شاء الله ما شاء الله. هوك هوجن جتني هوك موجود يس للحين يلعب اوف كورس. مستر فوجي شنو نو ايديا مو كلام يس هذا رش ملح اي في والله قديمة. عموما طبعا هي يعني لعبة ما لها اتحاد بالكويت، فانت يعني ذاك الوقت كنت تلعب او لازلت يعني تلعب تحت مظلة منو اللي يكون الرعاية لكم؟ طيب اول شيء خلينا نفهم ان المصارعة الحرة هذه شركات وليس اتحاد مثل ما نفهم عن التايكوندو والجودو والكاراتيه. أنا شلون بديت أو شلون يعني موضوعي بدأ، سافرت أمريكا. حلو. بعد 3 سنين من اتخاذي قرار أن أنا الأمل. بعد 3 سنين؟ يس. أنت يعني عمرك 16 سنة. صحيح. ولما تقول بصير مصارع وأنت في معهد دراسات موسيقية يعني مستحيل. صح أكيد أكيد. فلبينما أنا كونت ال 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 تبلورت الفكرة. لا الفكرة متبلورة وبدأ بحثي عبر الإنترنت. شلون دخول هذا المجال؟ من هم الناس اللي أنت ممكن تتبعهم ويعلمونك؟ إلى أن كونت نقدر نقول يعني منطقة مادية أقدر من خلالها أن أنا أروح أمريكا. حلو. يعني كان في معارضة من كل أهل. أكيد. شيء غريب بالنسبة لهم. بالضبط بالضبط. فحتى لما سافرت من وراهم يعني رحت وبروحي أمريكا وكذا. yes exactly. فرحت أمريكا ورديت الكويت ورحت بريطانيا لعب في اتحاد ال FWA. ورديت مرة ثانية الكويت. أي هذا أنت اللي قاعد طق الحين؟ هذه في لبنان سنة 2005 في اتحاد المصارع اللبناني. طبعا اتحاد المصارع اللبناني ليس شركة، هذا اتحاد تابع للدولة. هني أنا تتلمذ وتدربت على يد بطل العالم خليل أبي خليل. رحت معسكر تدريبي هناك شهر قبل هذه البطولة. هذا المصارع مكسيكي اسمه مارياتشي. تخيل يعني لليوم انا مو شايف وجهه صدقي من مقنع
يا حاولنا ان نشوف وجهها بالكواليس ما رضى، يقول هاي ثقافتنا بالمكسيك ان احنا ما نفسخ القناع. يا فهني كنا احنا نلعب اثنين باثنين تاك تيم، انا والمصارع اللبناني بولس خليل ضد مارياتشي وابولو، مارياتشي مكسيكي وابولو اسباني. فكانت ثلاث جولات حوالي المباراه مدتها ساعه. فزنا احنا جوله وفازوا هم جوله، وفي النهايه احنا فزنا وخذنا. مو اللي نعرفه ثبتهم هاتشي 1-3 هي 1-2-3 بس تأتي جولات على ثلاث جولات. إيه ثلاث جولات وكل مباراة لها طريقة يعني حتى بالدبليو دبليو إي. وهذا الحزام هذه النسخة المطورة اللي فزنا فيهم كانوا متواضعين وايد، فكان في سنة 2007 الاتحاد يقول تقدر تأخذه، بقول أقدر أخذه بس ما تدري يا طارق يا طارق إنش كثر ثقيل وايد ثقيل. انا احب اقولها قلت لما المصارع يرفع شيء ترى وايد ثقيل وايد ثقيل. راح تشوف مكتوب لبنان لبنان مكتوب عليه وخريطه الخليج العربي ومصر. يس هذا الحين المفروض ان الجائزه الاولى مالتهم. يس هذا هو وهو الوحيد اللي عندك ولا فزت بجوائز؟ لا هذا كان الحزام الوحيد. النسخه الاصليه اللي فزنا فيها كان متواضع اقل من كذا. لا تنكسر الطاوله. زين الحزام الحين شنو يمثل عند المصارع؟ وساعات يصير يلعبون اثنين مصارعين على حزام واحد فيهم عدل؟ شنو يمثل الحزام حق المصارع؟ يعني شوف الأحزمة أنواع وحلم كل مصارع إنه يروح حق قمة الهرم. حاليا قمة الهرم هي الدبليو دبليو إي على اعتبارها الأكثر انتشارا. فيعني الحزام اللي هو يعتبر الأغلى ثمنا على قلب المصارع هو حزام بطولة العالم. طبعا ففي انواع حزام اللي هو القارات، حزام بطوله امريكا اوروبا، يعني هذه يعني لها تاثير معنوي حلو لكن مو نفس بطوله العالم. العالم ما في على اوزان ما اوزان، لا مفتوحه في المصارعه ما في اوزان. لا ما في اوزان. متى بنشوفك تلعب هناك؟ وين؟ في دبليو دبليو. ما راح تشوفني. ما راح اشوفك. شنو شروطهم؟ لا انا ما انطر شروطهم، يعني انا طول عمري كنت احلم ان انا اكون يعني لاعب الدبليو دبليو. خلال سنتين اللي طافوا لا. شو السبب؟ لأن أنا بسوي شركة مالتي. وهذا يمنع أنك كنت تشارك معهم؟ طبعاً يعني كنت أنا قبل أشوفهم المكان اللي أبروح له، اليوم أنا أشوفهم منافسين. اختلفت النظرة. بالضبط لأن راح يجي وقت أنا أوقف ألعب، يعني لازم أنا أشغل البزنس، فأبي أترك شيء إذا تزوجت حق عيالي إنهم يأخذونه. زين بقول لك سؤال لا تعصب، دائماً مصارعين يعصبون منه. وايد ناس تقول المصارعة تمثيل، ويمكن تذكر ما تخافين انت؟ انا لا ان شاء الله ما راح اخاف لان بداني احب الموسيقى، يعني ها صار في جانب ممكن زميلنا بسام العثمان سال هالسؤال نفس الزمان وعصب. لازلت ما انسى هذا المشهد، عصب المصارع وايد وتهجم عليه. فانت ما راح تهجم علينا؟ لا طبعا. اوكي الحمد لله. فانت ايش رايك في هذه النظريه؟ وايد ناس يقولون وحتى يمكن الكبار بالسن يقولون هذا تمثيل. طيب احنا قبل لا نجاوب احنا نفهم من وين يا السؤال. نعم من وين يا تمثيل؟ لا من وين يا الاعتقاد ان هي انه تمثيل؟ بالضبط. انا بالنسبه لي هذا موضوع ان تقط واحد عند الحبل ويرد لك مره ثانيه، انا كل دائما اقول ليش يرد لك يعني؟ طيب اذا بس بالجزئيه هذه انا عندي حلبه في نادي بلاتينيوم كيفان. ممكن اخذك وبروحك انت على الحلبه، روح وارجع شوف شو. حلو اذا هذه بس الجزئيه هذه يعني الظاهر واحده منهم يعني. اي شنو اللي وصلنا حق الاعتقاد انها تمثيل؟ ما ادري عاد نسمع احنا من زمان صراحه. انا ما اتابع مصارعه فلا تسالني. ما راح يكون عندي اعتقاد لكن مع ان ساعات في طق تسمع صوته طق يعني صجي يعني هذا الخشب اللي بالحلبه. طيب اول شيء بالنسبه حق المصارعه احنا في الوطن العربي ما نعرف الا دبليو دبليو اي. صح. في احسن الاحوال الخبره راح يعرفون تي ان اي. بس. في اكثر. بالعالم يعني في امريكا بس يمكن في اكثر من 1000 شركه. وعلى مستوى العالم في مئات الشركات. طيب يعني معلوماتنا المنحصره في دبليو دبليو اي هم طبعا ضافوا يعني لو تشوفوا دبليو دبليو اي بالثمانينات والتسعينات غير الالفينات واليوم. هم ضافوا عنصر لدراما وايد. هل اجابتك بين السطور تقول ان دبليو دبليو اي اي فيها تمثيل؟ والله شوف فيها بارت اللي هو لما انا اسولف معاك وتتحداني واتحداك واطلع برا يعني
سنة أولى معهد تمثيل يعني يقدر يعرف أن الموضوع في تمثيل يعني مو على الحلبة. إحنا لا نتكلم على الحلبة يعني بالحلبة اللويا النجرة اللي قاعد يسوونها اللويا النجرة طبعا هذه أشياء يعني ما تملى على المصارع يعني أنا ما يبك أقول لك روح قول لها أن واحد اثنين ثلاثة. أنت كمصارع شاطر يعني عقدك قد يكون يوم أسبوع سنة عشر سنين شلون تستمر؟ تقوم تتحرش فيني تتحرش في هذاك تتحرش في العلان تبدأ تسوي لك قصص تخلي الإدارة تنجبر أنها توقع معك تجدد معك. هذا على مستوى خارج الحلبة. حلو الحين نبي الحلبة. شوف بالنسبة حق الدبليو دبليو إي يعني داخل الحلبة ماتوا ناس وانهت يعني مستقبل وايد أشخاص. هناك يمكن عهات مستديمة يمكن تصير بالضبط في بعض اللاعبين. بالضبط ف يعني الناس دائما شنو تقول لي؟ تقول لي ليش انت مو مثل اليو اف سي؟ ليش ما يطلع دم؟ كل هالطق ويقول مره ثانيه شلون؟ لازم نفرق بين ارضيه اليو اف سي وارضيه حلبه المصارعه. هي عمدا يعني مو مضره خلينا نقول. يعني هي لا هي يعني تقلل نسبه خطر الاصابه انك انت يعني اي حركه الحين لو انا اسوي لك اياها هني يمكن ما اقوم بعد 3 اشهر. على الارض. لكن اسويها في حلبه في مجال لان الحلبه نوعا ما يعني تصعد وتنزل معك فبالتالي تقلل خطر ان انت يكون فيك عاهه. ف انا طلبت من الاول ورقه وقلم. الناس اللي قاعد يتابعون الحين يعرفوني راح يقولون رد على ورقه وقلم. راح ارسم لك عالم المصارعه الحره كدائره. نعم. مثل ما ذكرنا هذا سيستم المصارعه الحره في شيء مشهور اسمه دبليو دبليو اي. وفي شركات ثانيه حسب ما ذكرنا. نعم. طبعا هذه احنا نجهلها كجمهور عربي. صحيح. في شيء انا اتمنى اللي قاعد يشوفون بس هم قاعد يشوفون المشاهدين ما قاعد يشوفون الورقه. طيب انا خل اضبط لك هذه. ايوه نرفعها. في شيء اسمه بي جي دبليو. وين ارفعها يشوفونها؟ اي مكان مو مشكله. اي بي جي دبليو. هذا عالم المصارعه الحره. اوكي. هذول الدوائر هي شركات المصارعه الثانيه. اوكي. دبليو دبليو هذا احنا كل معلوماتنا عن المصارعه اللي احنا نعرفها. اذا ما نعرف المصارعه الا من خلالها فقط. اوكي. الناس دائما تقول بس ما يخالف ماي. اي تفضل. يشوف ريجي. الناس دائما تقول تمثيل 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 تمثيل. طيب خلينا نروح هني ونشوف شنو في هني. دبليو جي بي جي دبليو. بي جي دبليو. بيج جابان برو رسلينج. اوكي. هذا باليابان. الناس دائما تقول ليش ما في دم؟ شلون تقومون وتقعدون؟ انتم مو نفس اليو اف سي. انا اخلي عيالي معنا. انا استغرب شلون واحد يخلي عياله عمرهم 10 سنين يشوفون دم وضروس تتكسر. شلون انتم مو نفس هذيله؟ طيب انا اقول لكم خل نقلب الطاوله ونروح على البي جي دبليو. يعني اذا في اي مشاهد اقل من 18 سنه لا يروح. لا يروح. انك راح تشوف مصارعين يلقون في النار. راح تشوف مصارعين بدال يروحون على الحبال يرجعون يروحون على سلاك شائكه. راح تشوف مصارعين يطيحون على ارض كلها دبابيس. راح تشوف مباريات تطلع ابر الطبيب من تحت. قانونيه هذه؟ باليابان قانونيه. قانونيه. يس. اوكي. راح تشوف مباريات تطلع ابرة الدكتور من تحت الحلبه تنغز بحلج واحد تطلع من الصوب الثاني. فراح تشوف عجب هني. هذه مصارعه؟ هذه مصارعه. فاحنا عندنا الشيء اللي هو وايد يعتبر فيه دراما دبليو دبليو اي والشيء اللي وايد فيه يعني عنف حروب بي جي دبليو. وفي اشياء تي طبعا الحين الناس لما تقول لك تمثيل هم ما يدرون عن اي شيء يدرون عن دبليو دبليو. بالضبط. الحين اي احد يروح اليوتيوب يكتب بي جي دبليو ما راح ينام. لا ما نبي احد يروح بس دبليو دبليو اي. انت الحين انا اللي فهمته منك قبل ما ميت ان تقول اي تمثيل. والله انا قلت لك البارت اللي هو خارج الحلبه. واللي بالحلبه نتكلم. اللي بشوف اللي بالحلبه انت ما تقدر تبخس قدر الناس اللي هناك يعني. كم نسبه التمثيل اللي يكون بالحلبه بالدبليو دبليو اي؟ شوف لو اعطيك اي نسبه اكون كذاب. لو اعطيك اي نسبه داخل الحلبه اكون كذاب بسبب ما لعبت وياهم. شلون اقول لك؟ اذا قلت لك 1% ولا 100% ما لعبت معهم. ليش اسالك انا كذي؟ لان خلينا نكون صريحين ان موضوع المراهنات هي اللي تحكم عندهم. طيب. كلام جميل. هذا هذه هذه فقره تنم ايضا عن عدم معرفه بالموضوع. لان المصارعه ما تمشي على المراهنات. ما تمشي على بيع تذاكر. ما فيها مراهنات؟ لا. اوكي. فعشان كذي يمكن الناس تتوقع انه يصير فيها
التمثيل؟ هي لو كانت مراهنات كان يعني شفتها اكثر من كذي انتشارا. بعد اكثر من كذي؟ يس. عموما احنا نتمنى نشوف شركتك ان شاء الله باسرع وقت تسميها عاد سميتها ولا الحين؟ في حفل كي لازم اكيد. هو طبعا اتشرف حرف الكي اكيد طبعا. هاي ما فيها. بس راح تكون اشمل من حرف الكي. اشمل. يس. عموما نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. سواء في هذه الرياضه او في مشروعك القادم. شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا لك. شكرا ابو ميت. ودنا بعدين هم نشوف بصراحه بالكويت وابو ميت يكون بالعيد ان شاء الله. بالعيد ان شاء الله. بالعيد ان شاء الله. بالعيد في حلبة راح تكون؟ الحلبة موجوده. ايه الحين تجيبون ناس من برا؟ تم التعاقد فعليا مع 5 مصارعين وان شاء الله بالعيد راح تشوفونا في عروض مصارعه بالكويت ان شاء الله. انت راح تشارك؟ اكيد ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. شكرا. 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 شاهدينا خلينا نشوف الحين بدال المصارعه الخزف الحلو هذا.